طيب خلينا ناخد نقطه نقطه من كلام حضرتك عشان حضرتك اثرت كذا موضوع اتكلمت عن المدربين وازاي لما بيبقى فيه لاعبين مصريين الاثنين بيلعبوا قدام بعض جرت العاده في المواقف اللي زي دي الكباتن او المدربين مش بيعملوا كوتشنج مش بيكاتشن على اللعيبه المصريين قدام بعض خاصه لو عنده اثنين من ولاده بيلعبوا قدام بعض او كان بيحصل ده وبيحصل نوع من انواع الشد والجذب بين المدربين السنه دي كان الوضع مختلف تماما كان في تكاتف كبير جدا ما بين المدربين والاول مره يمكن او من مراته القليله ان اثنين مدربين مصريين يقفوا يعملوا كوتشنج قدام بعض والامور تعدي سلسه وبسيطه ويقدروا لا ما كانتش سلسة قوي يعني عشان <applause> مش عشان اكون حقيقي هي كانت الى حد ما بس كنا بنحتويها يعني كنا بنعرف نحتويها الحمد لله ليه لان لان احنا كان عندنا ايه بقى حصل اعداد نفسي كمان حصل اتفاق طبعًا حصل طبعًا ايه علشان طبعًا نوصل لهذه المرحله طبعا طبعا في اعداد نفسي وفي أه اشراف من من جانب الاتحاد والحقيقه معالي الوزير برضو لما لقى البعثه كبيره بعت حد من عنده يبقى برضو مرافق للبعثه مع مع المرافق بتاع الاتحاد ممم. في ناس كتير بتسهل على اللاعبين على فكرة يعني سمعت ان السيده منى فوزي كانت عماله تروح وتطمن <applause> على حال اللاعبين وتحاول تشوف ايه العقبات وتحاول تدللها مونا... منى دي الجندي المجهول يعني يعني حقيقه هي عندها جهد ما شاء الله و... وعندها معرفه بالأولياء الامور كلهم وعندها يعني وعي مم. الحقيقه هي يعني بتقوم محل بتحل بتحل مشاكل كتيرة جدا جدا ما حدش يعرف يحلها الا هي كل